السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. اليوم راح نشوفوا تكلفة دراسة ملف طلب الجنسية الكندية. إذا نبدأ على بركة الله. اكتبوا فري فيزا كندا، نضغط على أوكي، نضغط على الموقع الأول وهو موقع وزارة الهجرة الكندية cic.qc.ca، ومن بعد نهبط مباشرة إلى citoyenneté frais de traitement. نضغط عليها. إذن هنا بالنسبة إلى شخص أكثر من 18 سنة، التكلفة هي 630 دولار. إذا كان طالب الجنسية الكندية عمره أقل من 18 سنة، في هذه الحالة يسلك 100 دولار كندي فقط. إذن بالتوفيق للجميع وإلى الملتقى إن شاء الله. مع السلامة.